ندى حسي من كانت دبي كانت صايبات في صالتها وصايبات عند صوفيا طالوني. ندى حسي من الفلوس وكترات حتى هو الزواج الحب صار يقول هي باعت الوطن عندها باسبور اسبانيولي عطاتو ليها فرنسا. اعترفتيش بالمغرب اللي داك لاسبانيا؟ انت من صغرك تطري من مقله خبيثه تحدين على الخبط والفلوس ستوبيد. دنيا باطمه اللي هي هرم جبل مؤخرا طاولات هذيك حسوسي عليها هذا غلط غادي تشوف لم ترى. انا جيت من تركيا ولا الشبهات والاكاذيب والافلام بانني انا جروا عليا بهذه الدارجه العربيه ورحلوني غلط كبير ما جرى عليا حد. اول حاجه انا تركيا مشيت لها انا باقا صغيره بزاف طفله مع عائلتي كان عمري 13 عام سياحه وبقيت تما عند واحد الناس حكايه طويله. تركيا انا 15 عام فيها. تركيا انا اول حاجه قريت فيها جامعه القانون من بعد البكالوريا شديتها في المغرب قريت تما جامعه القانون. تركيا انا درت فيها سفيره مغربيه بنت عائله مسلمه مربيه واخلاق. تركيا شديت فيها الجنسيه على اساس والديا كانوا دافعين لي لمدرسه جامعه القانون واخذت الجنسيه التركيه على اساس تنقرا وقري بالقرايه ديالي وباللغه ديالي وبالدرع ديالي. من بعد صار عندي وليد سميتو سموه عيسى انا ما سميتوش عيسى اللي هو جنسيه تركيه وباه تركي. ماشي جراو عليا طراو مشاكل اللي ما عاد يفهمها غير الله وتتبقى انا ما نخباش عليكم. ما تسولني شنو هاد انواع المشاكل نقدر نفتح قلبي ونقول لك المشاكل علاش انا جيت من تركيا. انا ماشي جابني شي حد انا جيت ولكن جيت من بعد مشاكل ومن بعد حروب طالت تقريبا 5 سنين. I am Ireland. I'm not human anymore. غنهضر باللغه الانجليزيه باسكو كاينين امريكيين تيتابعوني والاطراف ما تيفهموش الدارجه العربيه. عندي عندي الوف والملايين ديال لي فان في العالم. I say before I'm queen of the space, this true because I feel I'm different. انا تنحس براسي مختلفه وقريت علم الفلك وقريت الابراج اللي هما علم الفلك وتمتعت بزاف العقل ديالي قريت الفلسفه وتعمقت فيها اينشتاين وديكارت وسقراط وقريت سميتو الدين توا تعمقت في الديانات كلهم والسفر عبر الزمن والعلوم وهذا الشيء اللي خلاني نبدا نقول انا كوين اوف ذا سبيس ملكه الفضاء مخلوقه فضائيه. انا فاش كانت شتيني في حيفا راه كان عمري غير 16 سنه اول حاجه وكنت مراهقه وكنت رقيقه عندي 40 كيلو دابا انا عندي 65 كيلو. انا ام والده وليد. ثاني حاجه انا من عائله ليكون في علمكم من 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 اب من جدود جدي صحراوي وجداتي يهوديه فاسيه. الوغ الصحراويين معروفين بالارداف معروفين بالجسم الجميل وانا من عروق صحراويه من طرف جدودي طرف عائلتي. الوغ حتى انا خرجت كومبواسون لا تاي كومبواسون. الوغ عائلتي كلها مي مات جدة ماما خوالاتي كلهم ما شاء الله عليهم لطاي زوينه وعندنا في عائلتنا ميلونج عندنا البيضات البلقات وعندنا السمرات باسكو انا جداتي وجدي واحد يهودي من فاس وحده صحراويه مسلمه متخمره جميله. انا رباتني جدة يهوديه من طرف رباتني جدة صحراويه يعني هاد جوج الناس غيخليوك من اجمل من اجمل النساء. عندك اعداء وعرفنا عندك صراعات بينك وبين اعداء واعداء لدودين بينك بينك وبين ندى حسي لا
لا هذيك السيده نهت احساس بقى فيا مسكينه الله يحسن عوانها، فقيره ما قراتش تحضيري، ما عندهاش حرفه، ما عندهاش صنعه، ما تنحسدهاش، الله يعطيها الله يسهل، عندها فلوس الله يزيدها. المشكل اللي معاها ما بقيتش مخصمه معاها ومقلقه منها، لان كانت السبب الرئيس فاش دخول القايده غيتا. القايده غيتا قاريه، القايده غيتا من عائله فاسيه وقاريه بزاف وعائلتها كبيره. القايده غيتا ما تتبانش شمها في السوشيال ميديا. القايده غيتا واثقه من راسها. القايده غيتا عندها لا طاي ديالها اوريجينال. ندى حسي من كانت دبي كانت صايبات في صالتها وصايبتها عند صوفيا طالوني. ندى حسي من الفلوس وكثرات المحتوى ديالها اللي هو ماشي محتوى الزواج الحب السرعه الله يسهل عليها. حنا مثلا حنا درنا اصلا، انا من درت اليوتيوب انا كنت مع الماسونيه، حنا بغيناكم تبانوا وبغيناكم تخرجوا في الكوكب وبغيناكم تشدوا الفلوس ومن بعد نختاروا الطيبين ونختاروا الناس النقيين. ولي كانت ضغط وكانت السبب ديالها فاش دخلات قايدة غيتا الحبس، طاحت ليا من عيني وطاحت ليا حتى ما من عيني، وما بقيتش نحملهم بهذا المعنى. وتولت شي نويه ظريف عليهم، عزيز عليا، تنحترمو تنقدرو. علاقة بعيدة، عمرنا ما تكونيكتانا، عمرنا ما هضرنا، عمرو ما تطاول عليا، عمرني ما تطاولت عليه، ولكن عزيز عليا وتيعجبني. طاح في واحد الناس السحرة مشعوذين مخلوضين منافقين خبيثين. واحد المثل تيقولوا العبقريين والذكائيين، تيقول لك الانسان الذي يظهر الغضب والذي يظهر صوت مرتفع وانه حساس انه انسان طيب، مثل غيتا مثل ولد شنويه. اما هما هذوك الاشخاص اللي كانوا تيهضروا بالهدوء وما كانوش يسبوا وما كانوش يبينوا الغضب ديالهم، صدقوني راهم خبيثين. طاري كولتا هي باعت الوطن، عندها باسبور اسبانيولي عطاتو ليها فرنسا. صاري كول درت لها عقلها، قلت لها ولدي بنيه ولدت بنيه، قلت لها غني، عاونتها في هذيك الاغنيه ديالها، هو انا اللي عاونتها. ولكن باش تشهري وتكملي وما تجبدي سميه سينا وما تشكرينيش، خبيثه 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 وستوبيد، جاهله. هي ظريفه حنينه مع بنتها قدام الكاميرا، تنظن ما حنيناش فمك، ما اعترفتيش بالمغرب اللي داك لاسبانيا، ام سوري ما تختصبتيش انت في المغرب، ما ضربوك بالعصا، ما والو، كنتي في الخيريه. خيريه مؤسسه دايره للناس، سيدنا الخيريه تاكلي فيها وتنعسي فيها ويحميكم من الاغتصاب. ما تختصبتيش في المغرب، ما تعلمتيش الفساد في المغرب، انت من صغرك تطري من المقله خبيثه خبيثه. مشيتي لاسبانيا وعرضوا، ومن بعد عرضوا عليك الجنسيه الاسبانيوليه على اساس تسمي وما تصوميش رمضان وتخرجي على وليدات المسلمين باي طريقه، وشديتي جنسيه اسبانيوليه على يد ديك المجموعه اللي تبارك الله لك دايره لك قناه اليوتيوب وشادين لك الفيسبوك شادين لك التيك توك، ومنظمه اللي معاها منظمه خبيثه فرنسيه. وانا راه خدمت مع فرنسا يا لالك، وشريت فيلا مقابل نكتب سيناريوهات وافلام ونشارك نشارك في السفاره. مشيت من المغرب سفيره فرنسا مقابل فيلا تتسوى مليار مغربي، وما درتش هذه الحاله اللي درتي انت، وما بعتش الوطنيه وما بعتش اهلي، مجرد باسبور اسبانيولي. لا حول ولا قوه الا بالله. متحدين على الخبط والفلوس، ستوبيد. واحد الناس ما قارينش، واحد الناس يقولوا احنا ما عندنا حتى تحضيري، نعتبروهم اشخاص بوصفهم قيمه دوك حتالات المجتمع. دنيا باطمه اللي هي هرم جبل، تحياتي لدنيا باطمه، تتعجبني وعزيزه عليا وخايده الوسام الملكي. مؤخرا طاولت هذيك حسوسي عليها، هذا غلط، غادي تشوف لم ترى اعينها في الحياه من دنيا باطمه سترد بقوه. دنيا باطمه انا من الكارير ديالي تنظن دنيا باطمه هي الاولى بانت في الدوزيام، هي اللي تشهرت قبل مني. دنيا باطمه زوينه داخليا وخارجيا، ونعاود نقول الانسان اللي تيتعصب والانسان اللي تيخرج في قلبه والانسان اللي لسانه سليط على حقه رأى انه كريم وبانه طيب القلب. الوغ انا في العلم ديالي والاخلاق ديالي صينه طيبه
وسمعت منها الخير. دسو مع زوينة حاربوها لأنها ناجحة كما حاربوا سينا ناجحة. أنا تنموت على الدنيا بعد ما وتنقلدها ومأثرة فيها. ماشي شاكيرا ماشي جونيفر لوبيز ماشي ليدي غاغا. أنا دوك ما تيهمونيش, تيهموني مقرا وما تعبوا ما والو. لقاو منتجين في هوليود ولاو مليارديرات العالم تيحكموا العالم. سوري I'm sorry. وتنشجع أي بنت مغربية تشوفني بقى صغيرة عافاك بنتي الله يرضي عليك وشوفي في هذا الجمال هذا القطيطة. تبعي القدوة ديالك. Nobody perfect. Nobody perfect. I'm not perfect and I won't be perfect. I try for be perfect. Yes, I'm sick. I'm 20 years. Not 20, 50 years old. I'm drugged. Every year I go to hospital. Every year, 10 months hospital. الإدمان. شنو هي بلونغري الإدمان؟ Because I forget. أنا مريضة بواحد المرض نفسي سميته العدمة. دو العدمة. هاد المرض النفسي بسيكياتر تيجيك واحد الحالة. هستيريا تتخليك تعصب, تخليك في نفس الوقت متكبر متعجرف ما يستحملك تجي واحد وتتغلطي. تقدري ديري مشاكل ولكن غير الداخلية ديالك, ما تنديرش مشاكل مع شي حد غير الداخلية ديالي. والمرض الثاني هو أنا إدمان. ومن تنبغي نرجع لطريق العلم ونقرا تنبعد على هذاك الشيء اللي كنت أنا تناكل ولا تنشرب ولا تنشم بصفة عامة. ما تنخصني السبيطار, خصني نعس في السبيطار, خصهم يديروا لي السيروم, خصهم يديروا لي الأكسجين, خصهم يعطوني الدواء الفانيد باش ترجع الروح ديالي. وتنتمنى يا ربي تجيني الشفاء العاجل يا ربي, ودعوا معايا المسلمين والمغاربة باش نكون بعقلي كما تقولي ديري عقلك. ولكن أنا ما يمكنش القراية والهم العائلي, العائلة بجوج, عائلة فاس وعائلة صحراوة دي ثلاثة. I have three tattoo. Yeah. One, two and small angel هين هنايا. ملك ملك. من بعد ما درت الله هنايا اول تاتو كان ديالي ديال ملك امراه على جسم من حوته. ثاني حاجه درت غانغي اللي هو باللغه الدنماركيه الله ما يفهم حتى شي واحد. وهذا التاتو ثالث ماسونيه البناؤون الاحرار ما يفهموهاش غلط البناؤون الاحرار. وانا تنبني حره, بنيت في الدنمارك وفي أوكرانيا وروسيا وبنيت في المغرب وبنيت في تركيا. يعني أنا تنبني وتنخلي, تنبني وتنمشي, تنبني وتنمشي. أنا ماسونية, أنا ماسونية وتقريبا الأميرة المدلعة في الماسونية. درت مشاكل كبيرة في الدنمارك, سكت في الطنوبيلة بواحد الدرجة سريعة ومحترمتش الكاميرات المرة الأولى والثانية والثالثة. داو ليا البيرمي وما تسجنتش. ودرت مشاكل كبيرة في تركيا, كنت نلعب بالسلاح تنخرج بالسلاح والحمد لله تنخالف القوانين الدولية ومدلعة الماسونيين. الماسونية قالوا لي عترجع المغرب على اساس ترجع لبلادك ترجع لعائلتك. وولدك دابا حاليا ما ديش المغرب وما عاديش دي المغرب وما مهتم به. المنظمه العالميه تبارك الله مهتمه به. ولدي راه عايش بحال شي ملك, قرايتو بريفيكت, ماكلتو بريفيكت, نعاسو بريفيكت, الديانه ديالهم بريفيكت, يقريو القران من الف حتى الواء, تعلموا الصلاه. هادو الماسونيين, هادو الماسونيين. دابا انا بكيت عليه وشكيت عليه وكنت نسحب الناس ما تيحملونيش. هما اللي قالوا لي صافري وداروا لي الافلام الماسونيه. ولكن من جلست مع راسي تبارك الله 10 شهور ومؤخرا هذه شهرين دخلت لتركيا
ومشيت وتلاقيت مع الرئيس البلدية ديال إسطنبول وجلس معي في الطبلة وهو من الماسونيين الكبار. قال لي ماريا، ما أنا مكنن عليا بالجنسية التركية ماريا. قال لي بنتي الله يرضى عليك تنطي ليا. قلت لي ناردو نيفار نيوك النمضم. قلت لي ما بغيتش نفهم، بغيت ولدي. قال لي انت يا راسك قاسح وحنا مدلعينك، خصك تصنطي الهضرة. دابا ولدك ما خصكش تميكسيه مشاكل عائلتك والإدمان لأنك تي مدمنة. هذاك الوليد عندنا كنز من كنوز، بحال كنتي كنتي كنز من المغرب وخدمتي معنا في تركيا وخدمتي معنا في البوليس في الترجمه وكنتي تبارك الدبلوماسيه بلا اوراق. الوغ ولدك حتى هو تبارك الله ما بغيناش نتبدي ليه الصداع. هي فجاتني الحاله ودخلت هذا الشهر المستشفى. راه كل كان معايا ولدي ويشوفني انا زديني لومبيلونس والامن الوطني معنا، ما بغيتش نمشي للسبيطار. والديا تيجيبوا لي الصطافيط الاولى والثانيه البوليس. وما الصراحه تحياتي لكم، بغيت كاع واحد دعيوه سر يا ربي من البنيتات ديال من طنجة القويره من وجده القويره كلكم بغيتكم تكونوا عروسات وطالعين في العماريه. انا ما بغيتش نطلع في العماريه، انا العماريه ديالي هي العلم هي القرايه. الله يسهل عليكم كلكم وبغيتكم تزوجوا. هذه اللي قدامكم راه تزوجات وعنده وليد، تزوجوا وديروا وليداتكم راه انجاز. ثقوا بيا انا دابا فنانه، ما خصنيش نطلع في العماريه عاوتاني وصداع الراس. دابا نتوما خصكم تركزوا تكونوا عروسات. لا ما كنتوش عروسات ما بغيت لهم يا ربي فدعوات يشري فيها الزينه. سير بغيتكم كلكم عريسات هك عروسات عروسات وديروا وليداتكم راه انجاز. المغربيه تيموت يكونوا عروسات تبارك الله. انا بيت لهم انا ما بغيتش نكون عروسه، انا عروسه، انا من تزاديت من عروسه. مجله لالا العروسه، اخبار حصريه بجوده عاليه. لا تنسوا الاشتراك في القناه للمزيد من الاخبار.